كتقرا في السيزيام، تابعك امتحان جهوي، عندك لي زوفر ديال بروميير اني دو باك، ثلاثة ديال القصص انت مازال ما فاهمهمش، مازال ما بديتيش البريباراسيون، ما عارفش منين تبدا. تبع معايا هاد الفيديو اللي غادي يشكل لك بحال الخريطة ديال الطريق. وسط الفيديو ما غيتجاوش 10 دقائق، وغيكون عندك كاع المعلومات اللي غتسمح لك انك تفهم لي زوفر ديالك، وانك من بعد تقدر بإذن الله انك تعرف تراجع وتعرف توجد راسك مزيان الامتحان الجهوي. تبع معايا الفيديو وان شاء الله غادي يكون الخير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بزاف ديال الناس ملي كيجيو المقرر ديال اللغة الفرنسية ديال بريمير اني باك كيحسو براسهم مجديين، ما عارفين ما يديرو، ما عارفين منين يبداو، كيقوى عليهم الهضرة، كيقوى عليهم بزاف ديال المعلومات. فلذلك أنا قررت ندير واحد ملخص اللي هو يقدر يشكل بداية لأي واحد، واخا ما يكون عارف والو على المقرر ديال الفرنسية، واخا يكون ما يكون عارف والو على لي زوفغ ديال بخوميييغ اني دو باك، مجرد انه يشوف هاد الفيديو هذا اللي غنحاولو يكون يعني على قدر ما نستطيع انه يكون قصير، باش نهضرو في الخلاصة ديال الخلاصة فيما يخص هاد المقرر. اناليز دي زوفغ ديال بخوميييغ اني دو باك في ثلاثة ديال لي رومون، لا بواطا ميرفي، اونتيغون، لو ديرني جور دان كوندامني. لا بوطا ميرفي كاتبها احمد الصفريوي، اونتيغون كاتبها جون انويل، لو ديرني جور دان كونداني كاتبها فيكتور ايكو. تري بيان، هادو ثلاثه ديال لي زوفر كل واحد عنده خاصيات، اذا فهمتوا هاد الخاصيات ديالهم راك فهمتي لوفر. نبداو في لا بوطا ميرفي. لا بوطا ميرفي كاتب ديال احمد الصفريوي، شنو خصنا نعرفو على احمد الصفريوي؟ جوج حوايج ساهلين، انه واحد الولد اللي كان عايش واحد لا ريجيون ديال المغرب، نواحي ديال فاس، انه واحد الولد اللي كان ذكي كيقرا مزيان، وهذا الشيء خولي انه يقرا في مدرسه فرنسيه. هذا الشيء ملي هو قرا في مدرسه فرنسيه هذا هو اللي عطاه ديك لافونتاج، انه بحكم انه حفظ القران يعني وقرا العربيه يعني تشبت بالجذور ديالو العربيه، ومن قرا الفرنسيه فهو تعلم اللغه الفرنسيه وكيفاش النطق ديالها، وهذا هو السبب اللي خلاه يخرج لنا واحد النوع ديال جديد ديال القصص اللي دخل في التيار الادبي اللي سميتو لا ليتيراتور مغربي ديكريسيون فرونسيز، الادب المغربي باللغه الفرنسيه. المره الاولى كان سميتو الادب المغربي، حيت غير احمد الصفري اللي كان كاتب فيه، وملي تبعو الجزائريين والتوانسه كتبوا دي زوفر بحال ديالو، ولا الادب المغربي باللغه الفرنسيه، يعني الدول اللي كانت مستعمره من طرف الدول الفرنسيه لانهم كانوا ينطقوا بالفرنسيه، غير ديكريسيون فرونسيز يعني اللغه ديالنا والتقاليد ديالنا والثقافه ديالنا، غير اللهجه اللي فرنسيه. هذاك الشيء علاش كتلقاو دي تيرم بحال جلابه، شوافه، قناوه، عاشوره، كتلقاو هاد لي تيرم ما تبدلوش. الحايك تتلقاو دي تيرم اصليين، وكتلقاو حتى الطريقه ديال كيفاش كيهضر وكانه تيهضر بالمغربيه وترجمه حرفيه للغه الفرنسيه. هادشي اللي خصنا نعرفو على احمد الصفريوي. من بعد ندوزو شنو هو لو جوغ ديال هاد القصه، شنو هو النوع الادبي ديالها. هي كتنتج في اللي كنسميوه بالاوتوبيوغرافي. اوتوبيوغرافي هي كلمه كتكون تجد الحوايج، اوتو وبيوغرافي. اوتو هي انا نفسي، بيو الحياه، وغرافي هي الكتابه، يعني انا نفسي كنكتب الحياه ديالي. الحاجه الاخرى اللي خصنا نعرفو عليها ان في الاوتوبيوغرافي عندها واحد الخاصيات. الخاصيه الاولى ان لو جو الانا كيساوي الراوي لو ناراتور كيساوي الكاتب لوتور كيساوي الشخصيه الرئيسيه لو بيرسوناج برينسيبال. يعني فين ما تسمع شي واحد كيروي لك في لا بواطا ميرفي او الكاتب او لا الشخصيه الاساسيه البطاله، فهي حنا ديما كنهضروا على نفس الشخص اللي هو احمد الصفريوي اوتوبيوغرافي. زدنا على هذا وقلنا ماشي غير اوتوبيوغرافي، قلنا حتى ايثنوغرافي. ايثنوغرافي هو دراسه التقاليد والاعراف وكل ما يخص واحد المنظومه ولا واحد المجتمع ولا. علاش قالوا على لا بواطا ميرفي انها اوتوبيوغرافي ايثنوغرافي؟ لانها احمد الصفريوي هضر فيها على بزاف د الحوايج ابارك حياته الشخصيه، هضر فيها على الحمام، على اليوميات ديالو في المسيل، على كيفاش كان تيعيش هنا وكيفاش تيعيش هنا، يعني هضر اون جينيرال. بقى لنا الشيما ناغاتيف. الشيما ناغاتيف كيتكون من واحد العناصر، الحاله البدئيه لا سيتوياسيون انيسيال، العامل المشوش ليليمون بيرتورباتور، لي بيريبيسي الحيثيات المترتبة على هذا العامل المشوش، لو دينومون أو الحل، أو سيتوياسيون فينال أو النهاية. هادو في لابواطا ميغفي عندهم واحد الخاصية، أنهم
السيتياسيون انيسيال نورمالمون كتكون صغيره دغيا كتسالي، الا انه في لابواط ميرفاي السيتياسيون انيسيال بدات من الشابيتر واحد حتى للشابيتر 8، وان الدينومون سيتياسيون فينال كانوا بجوج في الشابيتر 12، يعني الحل مع النهايه. شنو كان الحل؟ كان الحل هو الرجوع ديال الاب سي عبد السلام من بعد ما مشى للكابيتال وسافر لواحد المنطقه باش يخدم. الحل هو النهايه، ان احمد الصفراوي كما بدا القصه ديالو بلا بواط ميرفي رجع لبلا بواط ميرفي. أنتيغون هي تراجيديا، والتراجيديا عندها واحد الخاصيات، ان البطل ديالها ديما تيموت في الاخر، ما كنتوقعوش من البطل ديالها انه غادي يربح ولا غادي يلقى حل، على عكس الدينومون اللي كيكون في لبواط ميرفي ولا في لو ديرني جور دان كونداني اللي كيعطينا واحد الحل. التراجيدي ما كيكونش فيها حل، كتكون النهايه ديالها ديما مأساوية، وكتعبر على الانهزام ديال الانسان امام قوى الطبيعه، الموت او المرض او انهزام امام السلطه او القوه او اي حاجه اخرى. المهم الانسان ضعيف امام قوى الطبيعه، هذه هي التراجيدي. لكن قبل ما نعرفوا انتيغون خصنا نعرفوا انها بنت واحد السيد اللي سميتو اوديب. هذا اوديب بخلاصه طراو لي واحد الظروف في حياته اللي خلاه انه غادي يقتل الوالده ديالو، غادي يقتل الاب ديالو، غيتزوج بالام ديالو. ولكن في الاول طبعا هو ما يكونش عارف انه هذاك اللي قتل رباه، وما يكونش عارف ان ديك اللي مزوج بها هي امه، حتى غيولد معاها 4 ديال الاولاد اللي هما ايثيوب البوليميس اونت اسمين وانتيغون. عاد غادي يعرف عن طريق الصدفه انه راه داير واحد الخطيئه اللي هي كبيره، اللي غادي يعاقب راسو عليها بانه غادي يفقع العينين ديالو، غادي يعمي راسو وغادي يخرج للزنقه. الوحيد اللي غاتمشي معاه هي انتيغون. هنا المدينه اللي كدور فيها الاحداث سميتها مدينه طابا او لا فيل دو تيب. هاد تيب هادي ملي غادي يخرج اوديب اللي هو الملك ديالها، بطبيعه الحال غادي الورثه ديالو هما تياكلو بولينيس. هاد الجوج غادي يتفقوا انا نحكم عام وانت تحكم عام، لكن واحد فيهم غادي يقول لاخر تياكل غادي يحكم هو الاول، ملي يجي بولينيس يقول لي لا صافي انا غنبقى حاكم ما تجيش نوبتك. هاد بولينيس غيمشي يستعن بواحد القوى خارجيه ضد الاخ ديالو، وغادي يتحاربوا وغادي يموتوا بجوج، وغتبقى المدينه بلا حاكم، حتى غادي يجي خالهم اخ ديال جوكاست اللي هو كريون ويولي هو الحاكم. اول قرار ديالو بما ان ايثيوكل مات وهو كيدافع عن المدينه وبولينيس هو اللي جاي من برا، فببساطه غادي يعتبر ان ايثيوكل هو البطل وان بولينيس هو الخائن. ايثيوكل غادي تدفن مراسم يعني رسميه وفيها احترام البطوله ديالو، الوغ بولينيس غادي يتعامل وكانه خائن. اونتيغون ما غاديش يعجبها هاد القرار هذا، وغتحاول يعني ترفض القرار ديال كريون اللي هو الخال ديالها ولو غوا دو تيب، وغتحاول انها تدفن خوها بالزمن. وهنا غتبدا لنا الاحداث ديال القصه كيفاش غنحاولوا نقلعوها انها ما ديرش هادشي، لكن هي مصره لانها بطله ديال التراجيديا. وكما قلت لكم في الاول البطل ديال التراجيديا ديما تيمشي للمصير ديالو المحتوم، بالاضافه ان التياتر هو واحد النوع ادبي اللي فيه بزاف ديال الحوايج اللي ما كايناش في الانواع الاخرى، لو باج لو كور لي ميساجي لا سين لي زاكت، هادو كلهم واحد الخاصيات اللي يمكن الا مشيتو درتو بحث على التيات غتلقاو كاع لي زيليمو هادو، وغتشوفوا ان كاين فرق ما بين لو تيات مودرن وبين لا تراجيدي. كيفاش انويل لقى واحد لا كومبينيزون بيناتهم؟ انويل علاش كيكتب في التيات؟ لان الام ديالو كانت واحد الشابه ديال الاوركستر، او كانت خدامه في واحد الاوركستر اللي كتخدم ديما في المسرح، وكان الاب ديالو خياط طيور، لكن هو كان تيمشي مع مديمة المسرح فعجبو دوك الكواليس والاستعدادات وداك الشيء، وبقى تيدور مع الوقت تيدور مع الزمان، حتى في الاخر قرر انه غيعيش للتياتر وبالتياتر، غيعيش للتياتر يعني يبقى يخدم في المسرح، وبالتياتر يعني ديك البركه اللي غتجي من التياتر هي اللي غادي يخدم بها. ندوزو للرومون اللي الناس كيعتبروه اكثر تعقيدا اللي هو لو ديرني جور دو كونداني ديال فيكتوريو. اول حاجه هو واحد لوغومون اتيست، لوغومون اتيست هو ديما واحد الغموض اللي ماشي عباسي، ماشي غير فيه بطوله او رومانسيه او دراما او تراجيديا، لا ديما هو اللي كيخبي في الطيات ديالو واحد لاتيز اللي كيحاول يدافع عليها الكاتب ديالها. هنا فيكتور هيغو كان تيدافع على لاتيز ديالاش ديال لابوليسيون دو لا بين دو مور، ان ما يبقاش هاد لا بين دو مور. شنو خصنا نعرفوا في هاد نكونوا فاهمينه باش نعرفوا نقراو هاد القصه هادي؟ خصنا نكونوا عارفوا ان فيكتور هيغو كيكتب بطريقه اخرى وبحال اللي كيهضر على راسو. علاش؟ لانه هو كان حضر لواحد لاسين ديال الاعدام، وكان تيخاف انه يتعدم. علاش؟ لان في 19 سيكل القرن 19 كانت واحد الخاصيه، شنو هي؟
كان بداية ديال عصر الأنوار، ولكن كان واحد المشكل. شنو هو؟ أن لي نوبل وليكليز ولارمي هما اللي كيتحكموا، وأي واحد وقع عليه مشكل مع الثلاثة هادو يقدروا يحكموا عليه بالإعدام، واخا تكون المحاكمة ماشي عادلة، وما يجي فين يدافع على حقه تيكون راسو تقطع فلا جيوتين اللي كيخاف منه فيكتور هيغو بزاف. فهو تقمص هذه الشخصية وحاول يهضر على أساس أنه هو لو كونتاني أمور. طبعا لي زارغيومون اللي اعتمد فيهم، واحد لي زارغيومون اللي ساهلين، قال لنا اولا لا بين دو مور نو رون با جوستيس لا فامي دو لا فيكتيم، عقوبه الاعدام ما كترش الحق العائله اللي مات ليهم هذاك الضحيه ديالهم ولا شي حاجه، يعني واخا نعدم واحد اخر هادشي ما يرتش لينا الحق. لا بين دو مور اجوت ان اوتر كريم لا سوسيتي، لا بين دو مور كتزيد لنا جريمه اخرى في لا سوسيتي، لا بين دو مور فورج اون فول اسوافي دو سون، لا بين دو مور كترد لينا واحد الناس اللي متعطشين للدماء. علاش؟ لانه كان تيوصف لينا ديما الحاله ديال الناس اللي كيتسناو الاعدام ديال شي واحد، كيتسناو يتشنق باش يتفرجوا فيه ويصفقوا عليه. فهو كان هادشي يعني كيحس بواحد المقت وما كيعجبوش هاد لاسين هادي، يعني الناس فرحانه لان واحد اخر غادي يطير ليه راسه. لارجيومون الاخر انه كان ديما تيحمل مسؤوليه لا سوسيتي، فلذلك بزاف ديال الناس ما كيعرفوش ان في لو ديرني جور دان كونداني امور ما كانش غير كونداني امور، كانوا جوج. كان لو كونداني امور اللي بدينا معاه القصه، اللي هو عنده 40 عام وعنده بنيته وام وزوجه، اللي هو انسان ظريف وبورجوا وماشي ديال المشاكل، ولكن كان واحد سميتو لو فخيوش اللي هو اصلا مجرم ابا عن جد. ففيكتور هيغو باش يبين لينا القوه ديال لي زارغيمون ديالو، ما عطاناش غير داك الشخص اللي ممكن نتعاطفوا معاه، لا زادنا لو فخيوش على اساس ان هاد لو فخيوش واخا هو مجرم ابا عن جد، لكن لا سوسيتي هي السبب، وهذا اللي دافع بيه على لارغيمون الرابع ديالو ديال لا سوسيتي اي ريسبونسابل دي كريم. هذه المعلومات اللي عطيتكم على هاد القصص يمكن لك تشوفها وتعاودها وتعاودها. من بعد الا بغيتي تدخل في التفاصيل ما عليك الا تمشي لاشين وتتبع السلسله ديال كل فيديوهات، وان شاء الله غادي يكون خير. هذا الفيديو هذا غيسجل يعطيك غير المنهج او الطريقه شنو خصك تركز وتعرف لي غومون في غاديين، يعني بحال واحد التوضيح بسيط. كنتمنى انه يفيدك وكنتمنى التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.